الثقافة هي أحد أهم أدوات بناء الإنسان المصري، ليها دور كبير طبعا في التنوير والفكر ومواجهة التطرف والعنف. هي حائط الصد أمام اختطاف العقول، وبنقول اختطاف وليس خطف العقول. النهاردة ضيفنا الكريم اللي هيكون منورنا أو منورنا بالفعل حالا هو أحد الكتاب المشهورين جدا في الوسط الثقافي المصري، له الكثير من الروايات، له رصيد ما يقرب من 50 عملا أدبيا وفنيا، ربما موزعين ما بين القصة القصيرة، الرواية، المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية. الحقيقة أنه البعض بيرى أنه استمد شهرته في الأوساط الأدبية والثقافية من رباعية حلم على النهر وحجر فوق سطح وقمر الشتاء وعطر قديم، ويمكن حكايات الروايات الأربعة دي كان فيها تركيز كبير جدا على حياة العمال وحياة المهمشين من مسقط رأسه في مدينة المحلة الكبرى اللي بيفتخر جدا ان هو بينتمي ليها، واللي حرمنا احنا هنا في القاهرة من وجوده معانا لانه طول الوقت بيحب يكون موجود في المحلة. هنتكلم على الجوائز اللي حصل عليها، وهنتكلم على المشهد الثقافي بصفة عامة مع ضيفنا الكريم اللي سعداء بوجوده معانا في مساء دريم، الأديب والروائي الأستاذ جار النبي الحلوي. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك يا استاذه، منورنا. الله يخليكي، شكرا جزيلا. والمحله واخده حضرتك مننا. ايوه. هو كل واحد يعني بيبقى له عالمه طبعا، اللي بيعرفه واللي بيعرف يكتب عنه، والمحله ادتني كل اسرارها فحبتها. حضرتك عارف انه في ناس بتشوف انه وجودك اغلب الوقت او تقريبا طول الوقت في المحله ممكن يكون سبب في ما اقدرش اقول طبعا عدم شهرتك، حضرتك اشهر من نار على علم واسم كبير وقيمه كبيره، بس فكره الانتشار الاعلامي والوجود هنا في القاهره برضو في المنبع هنا اللي موجود فيه المثقفين والشعراء والادباء، ده ممكن يفرق. ففي ناس شايفه ان وجود حضرتك في المحله ممكن يبقى مؤثر الى حد كبير في النقطه دي، حسيت بكده ابدا يا فندم؟ لا اطلاقا، لان انا كنت يعني أنا شاب صغير وكنت بنشر في جريدة المساء عند أستاذنا عبد الفتاح الجمل، كنت أجي القاهرة ألتقي بأستاذنا نجيب محفوظ على مقهى ريش، وكنت منذ نشر أول قصة لي كنت يعني أصبحت صديقا حقيقيا ليحيى الطاهر عبد الله وإبراهيم أصلان والبساطي وجمال الغطاني، ويعني الحقيقة لم ينتبني أبدا هذا الشعور. وأنا في مدينة المحلة زمان قبل الإيميلات وقبل الإنترنت كنت بأرسل قصصي بالبريد لكل العالم العربي، وكنت أنشر في كل العالم العربي، وكان لي تقدير الخاص، فما وجدتش أي مبرر أن أترك مكاني. ما وجدتش اي، ولم تقلق ابدا او يراودك إطلاق. يعني بعض القلق من انه عدم وجودك في القاهره وسط المشهد نفسه الثقافي ربما يعني يعطلك شويه او يرجع حضرتك ورا شويه؟ اطلاقا، على العكس والله يا استاذه، يعني انا لان انا في المحله كنت اجي كل فترات، فكنت كان الاساتذه وزملاء الكتابه يقابلوني بحفاوه بالغه لانهم ما شافونيش من بدري، وكنا في حب وصداقه، نصر في امبابه عند ابراهيم اصلان، نصر مع يحيى، اثر مع يحيى طول الوقت واختفي وارجع، فكان لم اخسر سوى الضجيج، لم اخسر سوى الصرصره، لم اخسر سوى اللي اسمها ايه اللي يعني الهمسات النميمة. ايوه. النميمة. النميمة عارفينها كويس قوي هنا. أيوة عندنا. أيوة. في القاهرة مليانة. ولكن كسبت كل الناس الحمد لله. عايز ارجع مع حضرتك ورا شوية عندما كان عمرك 24 عاما وقابلت نجيب محفوظ، واعتقد انه كانت اول مرة حضرتك تقابله. ايوه. وكان في كافيه ريش او قهوه ريش في وسط البلد. حكينا عن كواليس هذه المقابله واحنا لسه بنقول انه كانت ذكرى رحيله بالامس. هو اولا انا لما اجي اتكلم عن
نجيب محفوظ، اسمحي لي اقول كده، يعني مره سال الموسيقار عبد الوهاب بيقول وبيتهوفن كان كذا، وبعدين قال لي المذيع اصل مش معقول، اقول له الاستاذ بيتهوفن. لا بس ممكن اقول له مستر بيتهوفن. استاذنا نجيب محفوظ يعني هو استاذي وابويا، وكان هذا الشعور طول تعاملي معاه وطول ما هو موجود وحتى هذه اللحظه. يعني اول مره اتقابلته ايه اللي ودى حضرتك المكان ده؟ رحت أنا ازاي او مع مين؟ انا كنت في اليوم ده، كنت يوم جمعه زي النهارده كده، وكنت نشر قصه في جريده المسا، وكنت في الاتيليه، فالتقيت بالكاتب الراحل ابراهيم منصور، وقال لي يلا تعالى عشان هنروح نقعد معاه في قعده يعني نجيب محفوظ على ريش. فقلت له يعني فرحت جدا، وطبعا ما بين الاتيليه وريش شارع العرض بالعرض. فعبرنا وابراهيم منصور بطريقته العظيمه دي وضحكته العاليه قال له يا استاذ نجيب، بيهزر طبعا معاه، احنا مش عايزين الواد جار ده يجي تاني مصر. فاستاذنا نجيب محفوظ ضحك ضحكه مجلجله اكبر من ضحكه ابراهيم منصور، وقال له لا، وشد كرسي قال لي تعالى، وخدني تحت باطه قال له جار في حمايتي. جار في حمايتي، ايوه. والكلمه دي انتشرت جدا لغايه النهارده على فكره، الكلمه دي معروفه جار في حمايتي، ولا انساها، ولانه لان انا حتى هذه اللحظه في حمايته، حمايه كتاباته العظيمه، حمايه افكاره، حمايه شخصيته، اللي ده هو صدر لنا اشياء عظيمه جدا، الرجل الدؤوب على الكتابه، المهذب، الرجل الذي على خلق، الرجل الذي لا يعني عف اللسان، كان كل شيء فيه جميل وطيب، وتعلمنا منه الكتابة، كل أنا تعلمت منه الكتابة. مع كل الأمور الجادة دي كمان نجيب محفوظ كان معروف عنه ودمه خفيف جدا جدا، كان يعني خفيف الظل جدا جدا، ويقول النكتة والإفيه ويضحك طبعا، وكانت ضحكته مجلجلة وجميلة، وأنا يعني التقيت بيه